بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش أحوالكم؟ يا ربي كامل تكونوا بخير وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله مع هذه الفترة تاع الاختبارات. على بالي الأمهات راهم في ضغط شوية، والأولاد تاني ربي إن شاء الله يقدركم، توقفوا على وليداتكم وربي ينجحهم لكم إن شاء الله ويحفظهم لكم من كل سوء. سعفوا فقط رواحكم، سعفوا وليداتكم، وقفوا عليهم وفروا لهم الهدوء وتبعوهم بشوية فقط، ما تضغطوش عليهم، لأنه ساعات الضغط يولي بالعكس على الطفل ويعني ما يجيبش نتائج مليحة. فس كل واحد يسايس ولاده على حسب الطاقة تاع التحمل تاعو، وإن شاء الله ربي ينجحهم كامل ويجعلهم في أعلى المراتب وتفرحوا بهم كامل إن شاء الله. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون ميني كيك بالكريمة، روعة روعة البنات، تقدروا توجدوها تستمتعوا بها ولا حتى ديروها مشروع. الوصفة ما شاء الله تخرجكم كمية زاكية، تجي خفيفة وبنينة ما شاء الله. فيها 4 حبات بيض، كيس إلا أصبع تاع السكر، كيس سكر فانيلا، رشة من الملح. وبما أنه راح نعمروا هذا الميني كيك اللي راحين نوجدوهم بكريمة بذوق الليمون، تقدروا تضيفوا في هذه المرحلة قرشور الليمون ولا نكهة الليمون، ومن بعد تخلطوا كل شيء بالخلاط الكهربائي جيدا حتى يضعف الحجم تاعه ويتغير اللون تاعه. هذه هي العملية اللي تخلي الميني كيك تاعكم يجي خفيف، ما كان حتى حاجة خلاف. طلعوا البيض تاعكم جيدا حتى يبيض بهذا الشكل، بتضيفوا باقي المكونات. هذه هي اللي تخلي الميني كيك تاعكم ولا المسكوتشو تاعكم ولا اي حاجة تخدموها تجيكم خفيفة واسفنجية. عندي كاس الا اصبع تاع الزيت راح نضيفه تدريجيا، وفي هذه المرحلة تقدروا اذا حبيتي وطبعا بنا اكثر تديروا نصف الكاس زبدة دائبة ولا مارغرين دائبة وتكملوها بالزيت وتضيفوها للخليط نتاعكم تاني، راح تعطيكم يعني خفة وبنة للميني كيك تاعكم. اللي تحب الوصفة اقتصادية اكثر تدير غير الزيت، لكن تبع نفس المراحل وراح تجيها ان شاء الله ناجحة. راح نتوقف على الخلط بالخلاط الكهربائي، نضيف كاس الا اصبع من الحليب ونخلط غير بالفوي بهذه الطريقة. ثم راح نضيف المواد الجافة، عندي 2.5 كيسان من الفارينة مع 2 أكياس خميرة كيميائية. دوكا لا حطيت الكاس الاول، راح نضيف معاه الكيسان تاع الخميره الكيميائيه، من الاحسن نغربلوهم هكا لا باش نتخلصوا من الحبيبات اللي فيهم بهذه الطريقه. هادو هما المكونات، مكونات يعني بسيطه وسهله. نبدأ نخلط بهذه الطريقة بهذا الشكل من تحت للفوق، نخلط غير بشوية، ما نحاولش نهبط هذاك الهواء اللي كنت طلعته بالخلاط الكهربائي هكذا، نخلط مليح. ثم راح نضيف الكاس الثاني، اذا بهذه الطريقة نغربل. ولاحظوا الحبيبات تكون في الفرينة، رغم انكم كي تجيبوها تغربلوها، لكن لما تقعد يعني في المنزل راح تزيد يعني تشكل فيها من الرطوبة حبيبات حتى في الخميرة، فمن الاحسن تغربلوهم يعني الوقت اللي راحين تخدموا بهم. نستمر نضيف في الفرينة. بالنسبة للبيض نتاعي والسوائل اللي حطيتها خذت لي 2.5 كيسان تاع الفرينة، لكن انتم انتبهوا ضيفوا 2 كيسان والنصف الاخر ضيفوه تدريجيا حتى تتحصلوا على نتيجة المطلوبة. الخليط تاعكم ما يكونش ثقيل بزاف، ما يجيكمش الميني كيك ثقيل ومعجن لداخل. وتاني ما تنقصوش بزاف الفارينة باش ما يجيكمش يعني الميني كيك يتفتفت، يعني كي يكون ناقص فارينة يجي الكيك تاعكم هذاك يتفتفت كي تقصوه، هذاك عرفوه بلي راهو ناقص فارينة. ف يعني حطوا الكمية المناسبة. دوك نوري لكم يعني القوام تاع الخليط كيفاش يكون باش تعرفوا الوقت اللي راكم تحبسوا فيه الفارينة. نخلط بهذه الطريقة، وباش تعرفوا بلي وصلتوا القوام المطلوب لما تشكلوا عدد 8 يقعد محافظ على الشكل تاعو فوق الخليط كما تلاحظوا. نجيب هاد ليمول تاع الميني كيك ولا ميني مسكوتش ولا نخدموا فيهم الكعكعات، نجيبهم ندهنهم بالزبدة ونرشهم بالفارينة. ثم راح نضيف كمية من الخليط في كل مول، طبعا هنايا الكمية حاولوا تحطوها في النصف، يعني تعمروا نصف المول بالخليط تاعكم، تحاولوا تسويوا يعني السطح نتاعو بهذه الطريقه. نعمر هنا، ما تحاولوش تعمروهم بزاف لانه فيهم الخميره ما شاء الله 2 أكياس فراحين يفيضوا معاكم، عمروهم فقط للوسط. والخليط ما شاء الله ب4 حبات بيضه حيخرج لكم عدد كبير من هذا الميني كيك.
لما عمرتهم كامل البنات راح ندخلهم الفرن على 180 درجه، نخليهم حتى يحمروا مليح من تحت وتشعلوا لهم من فوق ياخذوا اللون الذهبي وتخرجوهم بهذا الشكل. نحطوهم فوق مشبك نخليوهم يبردوا طبعا، ولاحظوا شكل تاعهم كيفاش يجي باهي. هنا بالنسبه للكريمه كنت حطيت كاس من بودره الشونتيي مع نص كاس من الحليب يكون بارد جدا مع نكهه الليمون، ونطلع بالخلاط كهربائي عادي حتى نتحصل على كريمه تكون ثقيله. نحطوها في بوش ادوي ونعمروا الوسط على الميني كيك تاعنا بهذه الطريقه. طبعا سبق ليا وكنت حطيت هذا الميني كيك في ليكيسات بهذه الطريقه، ومن بعد نزينوهم بحبات من الفراوله ولا نصف حبه من الفراوله. انا هنايا جاتني الحبه كبيره كنت قسمتها على زوج، وبما انه الفراوله راهي متوفره كنت زينتها بها، لكن نتوما تقدروا تزينوها باي فاكهه تفضلوها نتوما ولا تزينوها تزيين يساعدكم انتوما. المهم نجربوا الوصفه تاع الميني كيك، نعمروها بهذه الطريقه بالكريمه لانه بالكريمه بنتها وحدها البنات تجي روعه. شوفوا الحبات كيفاش يجي، والله يبارك يجيو يعني بريزونطابل، يجيو يشهيو يعني يجبدوا النظره، خصوصا اذا كانت عندكم حفله مناسبه تحضروهم بهذا الشكل يكونوا فرديين، كل واحد ياخذ حبيبه ياكلها يستمتع بها. تقدروا اذا كنتيو يعني اصحاب مشاريع تخدموها طبعا في هذا الصيف للحفلات ولا حتى للمناسبات وحتى للخطوبات، يعني تساعد بزاف، شكلها باهي وبنينه وخفيفه روعه روعه، خصوصا لما تعملوا الكريمه بنكهه تكون بنينه كيما هنايا كاين الفراوله كاين نكهه الليمون مع الكيك يعني تخرج تحفه. وانتم قولوا لي رايكم في هذه الوصفه اذا نالت اعجابكم وعجبتكم، واذا تقدروا تخدموها كمشروع في الصيف يعني تكون طلبيات تخدموهم في الصيف ان شاء الله. مع تعرفوا جايين الحفلات تاع البيام الباك، هذا النوع مطلوب بزاف في الحفلات حتى في الخطوبات البنات ما شاء الله، يعني خدموا به بزاف البنات الاخوات يعني اللي نعرفهم. وبالنسبه للمقادير اللي عطيتها لكم راح تخرج لكم كميه كبيره يعني تعدي 40 حبه بهذا النوع، يعني ما شاء الله كميه قليله وتخرج لكم عدد كبير من هذا الميني كيك. جربوها ان شاء الله واستمتعوا بها، ولا تقدروا تخدموا بها ما شاء الله راح يعني تنجحوا بها وانا اكيده. طبعا نقسم لكم الحبه على زوج باش تشوفوها كيفاش يجي شكل تاعها من الداخل، شوفوا الكريمه متماسكه وشوفوا الخفه تاع الميني كيك نتاعنا يجي رائع صدقوني بلا يعني ما نشكره لكم، يجي هايل. جربوه نتوما وحكموا بانفسكم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وصفتنا لنهار اليوم، منكوش كثرت عليكم الهضره بزاف. ان شاء الله كما قلت لكم في بدايه الفيديو ربي يوفق كامل الاولاد ان شاء الله في هذه الاختبارات ويعاونكم ويقدركم ربي ان شاء الله وينجح لكم ويفرحكم بهم ان شاء الله، وتجربوا هذه الوصفه وتدعيوا لي ان شاء الله. نتمنى اذا عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتخليوا رايكم في التعليقات، ولاول مره يزور قناتي نتمنى يشترك فيها ويفعل جرس باش يوصلوا جديد القناه ان شاء الله. اما انا نتلاقى معكم في وصفه جديده ان شاء الله مع فيديو جديد. نترككم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.